حايسين وحافلين في الكوجينه شايف شنو احوالك الحمد لله شي حوالك انت اش عمل فيك اخر رمضان هذا توا تعبني ما عادش نرجع بي شايف كيما كل مره عندنا غسيت نحضروا للناس اللي يتابعوا فينا اليوم شنو اللي باش تعطينا دبارة اليوم كما عادة قلنا الأيامات الأخرانية نحينا شربة هيك حاجة تفهمنا فيها سورتو كو توا الطقس سخن وشربة يمكن تزيد دافية تزيد صحيح دونك باش نعملوا بولات نتاع دجاج خلينا نزير نتاع دجاج باش نرحيوه ومن بعد باش نكعبروهم شوية عندنا فرينة عظم شابلور نفحوهم بالفحات نتاعنا ونطيبوهم باهي هذايا بالنسبة للبولات نتاع الدجاج وسيغتينمون زادة باش نشوفوا المقادير على الشاشة وكنت قدمتهم لنا أنت شيف بالنسبة لصدر الدجاج وعندنا الشابلور وعندنا الفرينة وعندنا العظم باهي عادة بالنسبة للصدر نتاع الدجاج أون فا لو أشي معناتها باش نردوه كيما اللحم المفرومة دونك باش ما يبداش يغصص شوية خاطر نعرفوا لي الدجاج فيه هيك يغصص شوية شنو اللي يزيدوه باش يبدا تري باش يبدا مبلول شوية بنفس الاستيس اللي حكينا عليها في وسط اللحم نجم نزيدوا شوية ماء هذا دي بار ودوتر بار اللي عندها كل على الفحات نتاعنا الفحات نتاعنا نجم نزيدوا شوية ثوم شوية بصل مرحي ولا بودر نتاع اي شاهدوا المقادير على الشاشة بالنسبة هذايا بالنسبة هذايا السويت اي ثم بعد سيغتيمون نعاودوا نرجعوا بالنسبة للمقادير نتاع الدجاج دونك خليني نواصل في الحديث فيما يخص هاي كعبر الدجاج كعبر الدجاج دونك عرف زر الدجاج فرينة عظم خبز مرحي ملح فلفل اكحل وزيت كما قلنا بالنسبة للتكستير نتاعو نجمو نزيدوه لاي ولا لونيون نجمو نزيدوه فروماج انا ما نعرفش يمكن جو سي با سي سي بوسيبل ولا لا يجوز او لا يجوز البولات نتاع الدجاج نجمو فلوس نعملو فيها هكا نقبه صغيره ونحطو فروماج بعد بالسخانه يذوب يولي لكن كنت ضحك عليك شوي بالحق والله ريت نقرا في افكارك نقرا في افكاري قلت لك دونك نجمو نزيدوه شويه فروماج نجمو نزيدوه ابار البصل والثوم شويه معدنوس فما شكون يخلط يعمل روسيت بالبشاميل يخلط البشاميل مع الدجاج ومن بعد يكعبر ويحطهم في الفرينه وال بالنسبه توا للاسبي كروستيان باش يبدا الكعابر مقرمشه نحطوا عظم لازم فرينه ومن بعد فرينه اللونيه والعظم وشابلور هذه تسمى بانيه لونجليز الحاجه الثانيه في الشابلور نجمو نعملو شابلور نخدموا البسكويت الملح اللي كنا حكينا عليه المره اللي فاتت الملح الملح نفوحوه للفاح نتاعنا وبالنسبه باش نبدا لك حاجه كروستيون دو بريفيرونس دو بريفيرونس فما دو ميثود سواء ان نعملوها باني ونخليوها ترتاح شويه ولا نعملوها بالوقت دو بريفيرونس نعملوها باني ونخليوها ترتاح باش تشد روحها شويه باهي هذه بالنسبه للبلا الاولاني بعد عندنا ميلفوي اي عندنا ميلفوي نتاع الحم بقري اي بالطبيعه خضر كما قاعدين نشاهدوا توا شايف بالنسبه للمقادير اللي موجوده واللي نشاهدوا فيها كل عندنا اللحم وعندنا السبناخ وعندنا المعدنوس اي وشنو اخر؟ اللحم بقري فلفل طماطم روز بصل معدنوس قرع اخضر ملح فلفل اكحل وزيت بالنسبه للخضره نتاعنا مشكله باش نعملوا باش ناخذوا شرايح نتاع اللحم ونحضروا خضرتنا ومن بعد نزيدوا اللحم نعملوا صفور نتاع ميلفوي. وقت اللي نقولوا ميلفوي نقولوا دي فوي رقيقه معناتها دونك اللحم لازم كي ناخذوه من عند الزازار نتعمدوا انه نقولوا له يقصوا لنا دي فين ترانش. دي فين ترانش بالطبيعه ولا فما الميثود الاخرى الثانيه اللي هي نحطوا الشكاره اللحم نطرقوه ونطرقوه اي نطرقوه وي باهي هذا بالنسبه للسويت من بعد نمشيو للديسير اللي هو فما الشوكولاته في الديسير لا تنجيب الشوكولاته موجوده بعد اليوم عندنا تشيز كيك اي دونك بالنسبه للتشيز كيك عندنا السيبور نتاعنا اللي هو البسكويت باش يكون ملاكسي فيك دو بور باش نحيوه بالزبده اي من بعد عندنا الموز دو فروماج اللي باش نحضروها جبن طازج بسكويت كريمه طازجه وزبده دونك كيما حاطين لهنا جبن طازج نعملوا زوز ولا ثلاثه انواع اللي موجودين في الاسواق اي
انا ماذا بيا نقعد نطول الحديث خاصه بالنسبه للتشيز كيك، لكن باش نرجع نحكي معاك شيف فيما يخص التشيز كيك باكثر تفاصيل، باش نعطيو زاد للناس اللي تابعوا فينا المقادير، باش نعطيهم مجموعه من الطرق كيفاش ينجموا يعملوا التشيز كيك وشنو هو الجبن اللي ياخذوه على جبن واحد اخر. نحن قلنا ينجموا يستعملوا ثلاثه انواع نتاع جبن، خلينا نشوفوا انه هو الانجع وانه هو اللي يكون عنده انغو بنين برشا. باش نرجع لك راوشي حاضر روحك باهي. انتم زاده اللي قاعدين تابعوا فينا كل في جو رمضان، مازلنا باش نتواصلوا معكم من خلال مختلف الفقرات كيما كل مره. محمد علي تبان يطلع علينا في الاستوديو من خلال الروبورتاج، يعطيكم مجموعه من النصائح يقدمها لكم. انتم حضروا بارك لتابي نتاعكم واسمعوا مليح نصيحه من عند محمد علي تبان في فيتنس. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا وفي الاخر بكل باش نقدم انا المنيو اليوم. شايف كنا في البدايه حكينا على المنيو نتاع اليوم، باش نعملوا دي بولات نتاع دجاج، كعابر دجاج مقرمشه هكا بالعظم والفرينه والشابلوغ، عندنا ميلفوي نتاع الحم ومجموعه من لي زانغريديون الاخرين كيما الشامبينيون كيما الطماطم كيما المعدنوس كيما السبناخ البصل الفلفل و غير هذا. ثم عندنا تشيز كيك، وقلت لك هنا جو في ماتاردي ان بو معناتها باش نحكي اكثر على تشيز كيك طريقه التحضير. كنت قلت لنا شيف انت معجبين تعمل تشيز كيك؟ اي معجبين تاع الحلو كل يا فنانه في الكوجينه يعني صراحه. اي فنانه نشعر في الكوجينه. شيف اذا بالنسبه للتشيز كيك قلت لنا انه البسكوي باش نرحيوه في الان دو 3 كيما عملنا هكا أبوبخي، ونجموا نحن نتفنوا. فما برشا عباد يحبوا لاباز نتاع تشيز كيك بالشوكولاتة، نجموا ناخذوا بشكوتو بالشوكولا معروف سيغتيما مش باش نعطيو الماركات، نجموا نحطوا الفاكهة زادة علاش لا؟ أي ولا؟ صحيح شوف وينك كوكو نحن هنا. نتبع فيك نتبع فيك مش في الوقت. انت تشوف في روحك وانت قاعد تقص في الخضرة هل تتفنن ام لا؟ لا وانا هنا. بي دونك نجمو نزيدو نحن الزانغريدون اللي نحبو عليهم. نجمو نزيدو الفاكهة كيما حطينا احنا الفاكهة، حطينا الشوكولاتة وحطينا البسكويت، من بعد نزيدوه الزبدة هذيك. بالنسبة للزبدة لازم التونور نتاع البات ما لازمش تكون مزيتة برشا. التكستور نتاعها البات. اي بالطبيعة هي مالاكسي افيك دو بور، دونك ما حناش نحطوا برشا زبدة، نحط شوية بركة زبدة وباش نخلطوها. باش نحاولوا في السيبور نتاعنا اللي باش نطيبوا فيه نرفسوها بالكدا بالكدا بالكدا. هذه مش باش تطيب. قلت نرفسوها انا نطيبوا فيه. اللي باش نطيبوا فيه معناتها اللي باش نحضروا فيه. فما زوج طرق للتشيز كيك، فما التشيز كيك الطايب والناي. اليوم باش تحضر لنا شنو؟ ناي. الناي. باهي باش تزيد فيه عظم ولا لا؟ لا لا ناي من غير عظم. من غير عظم ما موز دو فروماج وسيبور نتاعو اللي هو بسكويت مع الفيك. باهي بالنسبه للفروماج اللي يتزاد سكي سور ماهوش الماسكربوني، خاطر الماسكربوني يتعمل في التيراميسو. تيراميسو اما بالنسبه للفروماج نتاع التشيز كيك انا الفروماج طازج يعني كيما تقول انت كيما الماسكربوني. فما عباد تزيد البوتا مثلا نجم تعمل البوتا، اما البوتا فيها تونور برشا نتاع ميت ما يصلح من بعد. هذيك علاش احنا نقراو حساباتنا ديجا في الموسم نتاع التشيز كيك نزيدو شونتيي. اي نورمالمون هي يا جيلاتين يا شونتيي. في كل الشونتيي بودر شونتيي فيها جيلاتين هذاك علاش يكون جيلاتين مش شونتيي. فهمتك. باهي سيرتو كو التشيز كيك عادة نعرفوه يبدا عالي شوية. دونك لازمنا كونتيتي كبيرة نتاع فروماج باش يقعد عالية. كريم فريش وفروماج وبودر شونتيي. بالنسبة للفروماج قداش لازمنا مقادير وبالنسبة للكريم شونتيي؟ بالنسبة للكريم كريم فريش عندنا 19 سنتيليتر. اي. البودر شونتيي عندنا 84 والفروماج. لا سهل علينا. مين سهل معناتها زوز باكويت شونتيي. زوز باكويت ثلاثة باكويت شونتيي. صحي تخط العباد ما 18 20 و 30 زوز باكويت شونتيي باكو. بوم تاع كريم فريش وبوم تاع جبن اللي هو فيه 240 غرام. باهي باش تجينا خشينا شويه التشيز كيك نتاعنا. باهي ومن بعد نحن نجمو نتفنوا في الفوق كولي دو فريز كراميل شوكولا وغير هذا. يعطيك الصحه شيف، باش نرجعوا اكيد نتواصلوا معاكم، لكن باش نعملوا تاتيحه موسيقيه مريم فارس وراجعين. فيوند فيها برشا خضره، فيها السبناخ، فيها الطماطم، فيها الفلفل، فيها البصل، فيها القرع، برشا خضره. الخضره نتاع توا معناتها. اي ان ميل فوي دو فياند
وعمل لنا زيدا تشيز كيك بيان سور بالفرماج بالشانتيي ونزيد نشكي ولا ما نشكيش والشوكولاته. دونك بالنسبه للبلا سورتو البلا برينسيبال معناتها باهي باش اذا كنت تكون فيه برشا خضر نجمو نعملو معناتها ديما ديزاكونتانيمون تاع الخضر اللي موجوده الكل ونستغلوا توا وقت الصيف على خاطر فما برشا انواع تاع خضر اللي هي توا وقتها معناتها حتى في البنه تكون ابن كيما الفلفل كيما الطماطم مش كيما في الشتاء كيما توا السبناخ توسكي سبناخ معدنوس سلق هذوما ماذا بينا ديما نحطوهم في الماكله نتاعنا في لي سوب في لي سلاد في معناتها حتى التشيش نتاع الزبده. مي قاعدين نحضر في الميلفوي نتاع الفياند اللي هو ما شاء الله برشا الوان باش يكونوا سوتي في الزبده معناتها باش نقليهم في الزبده هكا شايف ولا في الزيت. هذه الخضره اللي باش نقليهم في الزبده باش نحضر بها الميلفوي. اي. واللي هي بدها باش تقدم لنا كوم سيبور للميلفوي غارنيتور باش نزيدوا معاها بطاطا باش نزيدوا معاها نجموا نزيدوا يا بطاطا يا روس. باهي كيما قاعدين نشوفوا في الخضره على الشاشه دونك قراعس فناريا عندنا شامبينيون عندنا الفلفل عندنا البطاطا عندنا الطماطم وقاعدين نشاهدوا زاده جوست بجنب اللحم قاعد يتيب هذايا الميلفوي نتاعنا دونك باش نشاهدوه شويه اخر بالنسبه للسبناخ باش تقليه زاده شايف ولا مش السبناخ كالعاده باش نسطوه في الماء كل شيء اي من بعد ما يجي تقليه باش تخليه باش تخليها ورقه كامله معناتها ورقه كامله باهي كي تقلي الخضره كل مع بعضها تزيد ال طون دو كويسون الخضره الكل اي باش نحكي لك على البطاطا اي البطاطا كي حطيتها مع الفلفل والواحد دونك البطاطا انت قبل صمتها شويه البطاطا مصموطه شويه وزدت خلطتها من بعد مع الخضره اي كيما قلت لك باش تسيبك النشويات نتاعها الهو نتاعها باهي دونك وكيما قاعدين نشاهدوا زاده في اللحم اللي قاعد يتشوي بالنسبه للكويسون تاع اللحم عاده نحطوا زيت نحطوا زبده شنو كيفاش نطيبوا اللحم بالنسبه للحم فما نقولوا كويسون à point au bleu senior ou cuit quel mettez bien cuit et des couches qui sont encore ils sont pas les ils sont mahrouk à l'heure donc بالنسبه لنا احنا اللحم حكينا كنا نعملوا ميلونج ما بين زيت وزبده اللي هو زبده بور فيكسي لوغو والزيت شايف في عيشك تنجم تهز شويه غادي القليه على خاطر كلها تشتش على حوايجي وبعد باش راسي تشتش على حوايج العيد عاد احنا هذوما حوايج العيد كملت انا من هنا اي الخضره خليها حيه وهذا بينا الخضره ما نصدفهاش برشا قبلاش باش تقعد لنا باش تحافظ على القيمه الغذائيه مريم ديشان كانت بحدنا تنجم أكدتها في حصص فارتة أي دوب ما تسطيت الخضرة بالطبيعة باش تقعد لنا كروستيونت وتقعد زيدوا كان طماطم من بعد طماطم من بعد طماطم ما لازمهاش تطيب برشا كيف كيف طماطم ما لازمهاش تطيب برشا خاطر سينو تولي أون صوص ايفيكتيفمون باهي دونك لي بولات نتاعنا لي بولات نتاعنا كيما قاعدين نشاهدوا فيهم براتيكمون حضروا أنت كي عملت شايف البولي عجنت معاه شنو عجنت معاه؟ معدنوس بصل ثوم وشويه طماطم داكور دونك حاضرين حطيناهم في شويه فرينه شويه اخر باش نحطوهم في العظم ومن بعد الشابلور ونقليهم تقريبا قريب نحضروا وين ولا تشيز كيك شايف؟ تشيز كيك في الفريجيدير في الفريجيدير قاعد يشد في روحه باهي مازلنا باش نرجعوا معكم باش نقعدوا كالعاده مع ياسمين بن سعد في يومية تونسي في رمضان ياسمين مشيت باش تتعرف كيفاش نشري حوايج العيد الاختيارات سألت المواطنين في التحضيرات بالنسبة خاصة للصغيرات نعرفوا العيد الأكثر صغيرات هما اللي يشريوا الحويجات باش نقعد مع يومية تونسي في رمضان مازلنا في التحضيرات الأخيرة تقريبا بكري كنت أعلنت حسين الديك لما بضمك على صديري هذا جيد يغني نامي على صدري كلهم يغنيوا على صدورات هذولي دونك فما كونفيزيون صارت صغيرة لكن بشنو عند الناس اللي قاعدين يتابع فينا نحن قاعدين نطيبوا في صدر الدجاج زاد شقلت لك أنا جيت اليوم إي دونك سيغتينمون سعيدة سعيدة وعدتنا اللي في آخر الحلقة باش تسمعنا حسين ديك لما بدومك عصديري بي خليني نواصل معاك شايف فرح خلي بحذيك خلي بحذية نطول لينا نكمل بي دونك دوما الكعابر نتاع صدر الدجاج بالمعدنوس والبصل نجمو نزيدو الفرماج كي نحبو مقليين
هذيك باش تحرق شايف رد بالك لا لا بعيده بعتها قاس بعيده بي عندنا الميلفوي زاده نتاع اللحم بالخضره ونشهي طريقه لا بريزونطاسيون ياسر باهيه وزيد ابار هذا شايف تخاولك شوا نتاع الخضره سيرتو شوا اي شوا نتاع الخضره لا وتحسوا بنين تحسوا تحسوا بنين بي سينو عندنا زاده التشيز كيك اللي قاعد تحضر في ملتيبل فاسون باش تقدمه لنا شايف دونك شفناه في لي فيرين وباش نشوفوه زاده في ان بوتي جاتو استعملنا شو اسمه من دوكا الحديد شايف لي زومبورت بيس لي زومبورت بيس بي بي دونك تشيز كيك ينجم يجي زاده سالي الحاجه اللي يمكن نجم نعطيو اون ريسيت للعباد اللي يتابعوا فينا في بلاصه نعملوا البسكوي الحلو نعملوا بسكوي مالح شايف كيف كيف البسكوي نخدموه بشويه زبده باش نجموا نطرحوه من بعد باغ كونتخ الجبن نجموا نستعملوا اي جبن باتا تارتيني سورتو اللي يبدا فري شويه هكا هذاك هو الجبن اللي حكينا عليه كيما خدمنا به بكري قلت الماسكربون يعني جبن كيما الماسكربون الماسكربون يعملوه في التشيز كيك اي تبقى احنا هنا في التيراميسو تغدو نعملوا تيراميسو اي الماسكربون في تيراميسو فما ان فروماج سبيسيال لو فروماج بلان هو بالنسبه للتشيز كيك بي نحكي على التشيز كيك سالي قلت اللي نجموا نستعملوا البسكوي المالح وموجود في لي غراند سيرفاس وبالنسبه للفروماج اللي نجم يكون موجود هو لو فروماج فري اتارتيني نلقاوه زاده كيف كيف في لي غراند سيرفاس نجموا نزيدوا فيه التون نجمو نزيدو فيه زيدا شوية معدنوس مش هكا شايف نخلطوه مع جبن ونحطوه في لامبورت بياس ونقدموه كيما زيدا نجمو بالنسبة للسوبور اللوطاني صحيتك شايف نسيتش دخلتك في الشغل تعرف هذوما لوطات الاخرانيين نجمو نعملو بات فويتي زيدا من اللوطة بالنسبة للسالي شايف نجمو نعملو بات فويتي نجمو نعملو بات بريزي نجمو نجتهدو يعني ما فماش بالنسبه للتشيز كيك سالي قلنا فروماج اتارتيني نجمو نحطو قلت تون نعملو موز دو تون اي ونزيدوها موز دو فروماج سهله ولا نجمو نزيدوها نعملو موز تاع سومون نجمو نتفنوا نجمو نتفنوا بي يعطيك الصحه شايف قريب شي يحضر الديسير نتاعي عملت لنا بيس مونتي بيس مونتي تاع تشيز كيك بيس مونتي تاع تشيز كيك دونك مازال كان جوست باش نطرحوا شويه لوكولي هذاك من بعد ما شاء الله وي تطرح وحده بالسخانه اي فرح تفضل هذا تشيز كيك يعطيك الصحه شايف المشكل اللي انا توا قلبي ضعيف لا يتحمل قلبي صغير لا قلبي ضعيف لا يتحمل انا سورتو مع الماكله نموت على الماكله نحب ياسر الماكله سورتو وقت اللي تري بيان بريزونتي كيما قاعدين نشاهدوا فيها اليوم على الحم انا صراحه يعطيك صحه ايدي جديده تاع بريزونطاسيون هكا ميل فوي زدت فيها الجلجلين هكا شايف جوست البريزونطاسيون الجلجلين اي اما الحم مع الجلجلين ينجم يعطي نكهه بنينه فما ان بلا تايلاندي اسمه البولغوغي ما عرفتش كان تعرفه ولا لا يطيب بالحم الشايح معناتها الحم مقدد وصوص بيان سور ماهيش حمراء كيما صوص اللي متعودين بها صوص نتاع الحم وفيها برشا الجلجلان روعه حاجه ولا في الخيال بي يعطيك الصحه شايف دونك خلينا نعاودوا نرجعوا نشوفوا المنيو نتاعنا كيما قاعدين تشاهدوا هذه هي البريزونطاسيون ميل فوي نتاع الحم بالخضره عندنا لي بولات نتاع الدجاج معدنوس وبصل وثوم مفوحين قليناهم في الشابلور بالشابلور في الزيت وعندنا بيان سور تشيز كيك كيما قاعدين تشاهدوا فيه دو فورم دو بريزونطاسيون في دي فيرين والا حتى اترافير ان جاتو تشيز كيك سيغتيمون لازم يقعد مده طويله في الفريجيدير باش يشد روحه سورتو كو نحنا التشيز كيك نتاعنا عملناه ماهوش كوي اي كرو ماهوش طيب فروماج نذكروا الساده المشاهدين قلنا نزيدوا فروماج شويه كريم فريش وشونتيي خلطهم كل مع بعضهم وعلى طريقه سريعه نرحيو البسكويت بالشوكولاته ولا سامبل نزيدوا زبده ونحضر التشيز كيك نتاعنا يعطيك الصحه شايف يعيشك
هذا بالنسبة للمنيو نتاع اليوم. نحب نزيد نذكر الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا الكل، تنجموا كل تشاركوا في الجو كيتشين ايت جي على 85 890، جي على 85 890. سؤال زوج احتمالات، تختاروا الاحتمال الصحيح، تدخلوا معنا في القرعة وتفوزوا هدية مهدية من كيتشين ايت توصل قيمتها حتى ل 2000 دينار. اللي فايز معنا اليوم هو عادل التهاري من صفاقس، مبروك ليك عادل التهاري من صفاقس. نستدعاكم الكل زاد باش تمشيوا للباج فيسبوك نتاعنا جو رمضان بالعربي والا بالسوري، تنجموا تدخلوا تشوفوا مختلف البرامج اللي ما شاهدتوهاش قبل. نحب نحيي الناس اللي تبعتنا كل اترافيغ قناه حنا بالغد، وان شاء الله الموعد يتجدد ونحن في خطى ثابته للعيد. ان شاء الله يا ربي يوصلوا على خير، وان شاء الله كل عائله تونسيه تعم فيها الفرحه. مش هكا شايف شنو اللي حضرت للعيد؟ فما منيو سبيسيال طيبوه في العيد انتم مثلا في جربه في جربي تو تقول لي اكيد انت بدك تعرف هذا الشيء. خليك انت تجاوب عليه سوري. هذا شرموله. ايش شرموله؟ اما شرموله نتاع الجريبه تختلف عن شرموله نتاع صفاقسيه. صفاقسيه رغم اللي انا حكيت مع برشا صفاقسيه وقال لك اللي شرموله صحيح في صفاقس تيب بزبيب الصوص نتاعها والحوت يكون مالح، لكن توا في دخلت في عاداتهم هذه لا غوسيت تراديسيونيل لا غوسيت دو باز، توا ولاو ينحيوا الزبيب على خاطر هيك الديفيرينس بين حلو وحلو ومالح شب يقلقهم ياسر في معدتهم، دونك ولاو الحوت ينفخوه شويه باش ينقص شويه في الملوحيه نتاعو، والبصل ما يحطوش معاه الزبيب باش ما يجيش حلو برشا. في جربه باغ كونتخ لا نحطوا لا حوت مالح ولا نحطوا زبيب، نحطوا البصل يتقلق مع الطماطم والحوت يتيب بيان سور مقلي وحده من بعد نحطوه في الصوص، دونك ما عندناش اون ديفيرونس دو جو كبيره برشا كيما في صفاقس. وانت شنو حضرت العيد؟ انا حضرت باش نكون حاضره مع الناس اللي يتابعوا فينا كل هوني في قناه حنا بعل، باش نرافقوكم ان شاء الله نهار العيد من نص نهار الماضي ثلاثه، برشا موزيكا برشا ديزانفيتي يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو، هنا قاعدين نحاضروا في الخدمه هذه، ان شاء الله نكونوا خفاف الذل عليكم ونقضيوا العيد في احلى حله وفي احلى صوره. تقريبا وصلنا لنهايه موعدنا، نقول لك يعطيك الصحه شايف يعيشك، ويعطيكم الصحة الناس كل اللي تابعتونا على قناة حنا بعد. وصلنا لنهاية موعدنا، نتلقاو إن شاء الله غدوة كالعادة من نص نهار الماضي ساعتين. هذه الموسيقى هذا حسين الديك، هذا الفنان اللي باش يكون حاضر إن شاء الله في إطار مهرجان صفاقس الدولي. ما بقى لي كان نقول لكم شهية طيبة الناس الكل، شبح الساعتين يا صغيري حاسس حالي I'm